صدقني بالله انت ممكن تروح ضحيه سجن. قلت لك يا مقرب. تعال هنا خلي مندوب الشيخ من اي شيخ؟ ما له فضل. مندوب الشيخ لابس بشت. انا سكرتير الخاص محمد بن جخير اللي هو راح يستحل سجن. سجن يا الربع سجن. اي شخص يعرف محمد بن جخير سجن. اسمع انا ما اسمع اي شيء يا اخوي. انا يا اخوي اسمع اسمع يا ابو راشد انا طالب خشمك. ابو راشد انا طالب خشمك انك تسمع من الرجال. اسمع محمد بن جخير ارسلني مرسال يسمعك. اسمع تفضل وصل تفضل. يقول خل ابن عمره لعاد يلبس العقال سجن وولده يا الربع سجن. اسمع ابن جخير يا اخوي سجن يا اخي تكفى يا مقرن. اسمع اسمع رساله ابن جخير. اسمع اسمع انا طالب محمد ابن جخير يرسل عليك. يا الربع يقول كلام عليك بالكبد يا الربع. ما يخالف خلنا نسمع. انت ايش تبي يا مشكلة؟ اسمع انت تبي سجن ولا تبيها دبغة؟ انا نقول بس اسمع محمد ابن جخير يقول ثلاث دقائق اما جيت بيغزي عليكم. والله اكبر فكوني قبل ثلاث دقائق. قول له يقول لك ابن عمره ما في الحمض احد. خيل البس. ايش ما في ايش؟ ما في الحمض احد. اسمع انا بعلمك سجن هذا الحلاب يا فيصل. انا بعلمك مدرسه ما مضبوط هذا مدرسه فيصل. خلي الشباب اسمع ومقيم الاخطاء. الان يا ابو راشد نبغاك تسوي لك خطه. يا ابن عمره ثلاث دقائق تحمل سكتوه. طفوه يا رب طفوه يا رجال. شلو بشته شلو كله سليته بس خلاص. ثلاث دقائق واحتري الحرب الحين. ابو راشد ابو راشد يا فيصل ابو راشد طال عمرك استرح ريح. انا بيك ترتاح ارتاح وامرك ان شاء الله كلها من افتدى. انت وياك مو تزعل. لا تشيل هم ما ينام شيخنا انتم معه وعوان. احنا اعطاك اللي ما تعصاه. الله يبين وجيهك. تكلم عن شيء بالامان معك. ابو حصي ابو حصي يا هلا ابو حصي. انا معارض مرسول مرسول بقوه. ليه؟ والله وجهك انا رافض المعارضين. نعم ليه ابو حصي؟ ليش ابو حصي في سجن ابو حصي؟ انا معارض ما ارغب ابو راشد ما ارغب انه يصير رئيس قضية. على اي اساس؟ على اي اساس؟ انا معي ابدا انا معارض بل زغوني وقالوا ولا راح انصاع لاي امر يقول. لو سمحت سم الحين المعارض قبل اقمعك بذي العصاية. المعارض يجي ويجلس في مجلس رئيس القرية؟ شلون؟ على اي اساس؟ على اي اساس صار مجلسك؟ هذه من اوله. هذه القريه شوف الرئيس اي رئيس شوف ويامر بينها هنا. هذا اللي حطه رئيس القريه الحين بيسوي تحزبات. هذا مجلس هذا هو الامر تحزبات يا خلال. هذا مجلس كلنا. نعم وكل رجال يا راس عمره رجال راسي رئيس. هذا الكلام خليني اقول لك حاجه بس اوكي مضبوط أوكي. ابو راشد انا من المؤيدين لابن عمره. طيب ايش قلت؟ ليه يمكن اقتنع؟ من المؤيدين لابن عمره. ايش قلت؟ 50 ابن عمره رئيس القريه. انا طال عمرك من المؤيدين لابو راشد. بيض الله وجهك بيض الله وجهك. المؤيدين يستاهل يستاهل الشيخ واللي عارض يستاهل اللي عارض ابن عمره خاتم تشينه. نعم انا اشوف ان ابو راشد من بدايتها اخطا على يا مخطع على قاعد يقيم مخطع على حد. هذا مو خايف من البدايه. من البدايه يا ابو راشد والله اخطا على حد. ولدك ولدك جاء. اسمع يا ابو راشد تفضل يا رجل. الهمه الهمه جاوا رجل استقبل رجال. تعال استقبل رجال ابن عمره استقبل استقبل.